أتمنى أنه يكون الصوت مالتي واضح يمكم. إذا أكو فد مشكلة تقدرون تقولوا لي إياها بالمسجات جوا. طبعا المحاضرة هاي راح تكون لها فد ارتباط بنوعا ما مع المحاضرة الأولى، بس مع هذا طبعا اللي يقراها خير على خير، اللي ما قراها راح أنوه عليها إن شاء الله. فبسم الله نبدأ المحاضرة مالتنا. في البداية إنه الموضوع اللي موجود قدامكم اللي هو السرعة المتوسطة. أول موضوع عندنا هو السرعة المتوسطة. شنو المقصود بالسرعة المتوسطة؟ هو مقدار الحركة أو مقدار التغير بالنسبة لجسم معين مقسوما على الزمن بالنسبة لتلك الحركة. فمثلا لو دا تشوفون هسه هاي الصورة اللي قدامكم، بالبداية عندي سيارة انطلقت من نقطة الأصل وصلت إلى هذا الموقع، وبعدها وصلت إلى موقع ثاني اللي هو منطينا إياها رمز له بالرمز B، والموقع الأول هو الرمز A. الإزاحة الأولى كانت تساوي 2 متر، بينما الإزاحة الثانية كانت تساوي 32 متر خلال زمن قدرة الأول هو ثانية واحدة، والزمن الثاني منطينا اياه 4 ثواني. شلون ممكن انه اني احسب السرعه المتوسطه بالنسبه لحركه هذه السياره؟ حتى احسب الحركه، طبعا السرعه المتوسطه احنا نرمز لها بالرمز في، باعتبار انه هي جايه من الكلمه الانجليزيه velocity، فالرمز مالتها راح يكون في. زين، في تساوي راح يكون عندي دلتا اكس على دلتا تي، يعني التغير بالإزاحة على التغير بالزمن. طبعا راح يكون عندي في يساوي، احنا عرفنا من المحاضرة السابقة بأنه دلتا اكس هو الفرق بين الإزاحة النهائية إلى الإزاحة الابتدائية، فحيكون اكس فاينل ناقصا اكس انيشيال، أو اكس 2 ناقصا اكس 1. نفس الشيء بالنسبة للزمن، راح يكون t final ناقصا t initial. بعدها أجي أعوض بالأرقام، راح يكون عندي v تساوي x final، إحنا عندنا منطينا إياها بالرسم قايل لي إنه هي 32 متر، ناقص الإزاحة الأولى اللي هي 2 متر، على الزمن، الزمن الأخير هو 4، ناقص الزمن الابتدائي اللي هو 1. بالتالي راح يطلع عندي 32 ناقص 2. طبعا بالمناسبة بما أنه هنا عندي علامة أو إشارة الناقص، طبعا ما يصير أختصر، فلازم بالبداية أطلع الناتج وبعدين يلا أقسم الرقمين، فراح يكون عندي 32 ناقص 2 فراح يطلع لي 30، 4 ناقص 1 راح يكون 3، 30 على 3 راح يطلع عندي الناتج 10. زين، خلصنا هسه من الناتج، تبقى عندي الوحدات. الوحدات منين أجيبها؟ الوحدات أقدر أجيبها من القانون مالتي، بما أنه هو إزاحة على الزمن، فوحدة الإزاحة على وحدة الزمن، يعني راح يكون عندي متر على سكند على ثانية. بهاي الطريقة ممكن أنه أحسب السرعة المتوسطة بالنسبة لأي جسم. أعيدها بشكل سريع، أنه السرعة المتوسطة أنا إذا أريد أحسب سرعة متوسطة لأي جسم عفوا، فإنه راح أحسبها من خلال المعادلة اللي راح نشوفها هسه هنا، طبعا موضح لي إياها. أقدر أحسب السرعة المتوسطة من خلال هذه المعادلة اللي هي V تساوي X final ناقصا X initial على T final ناقصا T initial. X final هي 32، وهنا الـ X initial مطيني إياها 2، على الزمن النهائي هو 4، والزمن الابتدائي هو 1. كل هاي المعلومات جبتها من الرسم. بعدين راح أقول 32 ناقص 2 حيطلع لي 30، 4 ناقص 1 حيطلع لي 3، وبالتالي 30 على 3 عفوا راح يطلع عندي الناتج 10 متر على ثانية. ممكن إنه بعض المرات، طبعا احنا لما راح نيجي نحل الاسئله مرات انه الاسئله راح يطلع عندي ناتج السرعه بالسالب،
ماكو أي مشكلة، إنه السرعة إذا طلعت بالسالب هذا معناه بأنه اتجاه الحركة بالاتجاه المعاكس، أو مثلا إنه يقول لي سيارة تبطئ من حركتها، فبما أنه هي تبطئ من حركتها فراح يطلع عندي الناتج بالسالب، هذا معناه أنه أنا عندي تناقص بالسرعة. فإذا الموجب والسالب اللي راح يطلع لي بالسرعة هو راح يمثل لي اتجاه الحركة فقط. معلومة ثانية أنه أريدكم تفرقون بيناتها هو الفرق بين معدل السرعة والسرعة المتوسطة. يمكن بالكتاب ما موضحة بشكل كامل، بس هنا أكو فرق بين السرعة المتوسطة وأكو عندنا معدل السرعة. السرعة المتوسطة هو القانون هسه اللي أخذناه واللي نحسب من خلاله أنه راح يكون الإزاحة على الزمن، بينما معدل السرعة هو مرات أنه ينطيني أكثر من سرعة بالنسبة للجسم، ينطيني سرعة نهائية. فحتى أطلع معدل السرعة أجمعهن هذني السرعة اللي عندي، ممكن تكون واحدة، ممكن اثنين، ممكن ثلاثة، ممكن أكثر، وأقسم على عددهن. بالضبط لما تطلعون أنتو المعدل مالتكم، معدل الدراسي، شلون تطلعون المعدل؟ بأنه تجمعون المواد مالتكم، الدرجات مال المواد، وتقسموها على عددهن، على عدد المواد. هنا نفس الشيء، معدل السرعة نجمع السرع ونقسم على عددهن. هذا بالنسبة لي الفرق بين السرعة المتوسطة ومعدل السرعة. عندي قانون ثاني ممكن أنه أحسب به السرعة، وهي من خلال الرسم البياني. من خلال الرسم البياني ممكن أنه أطلع السرعة، بس هذا الموضوع يعني ما مركزين عليه بالكتاب هواية، فلذلك أنه يمكن ما راح نشوف أصلا. من خلال الرسم البياني راح ينطيني مثلا عندي بالرسم، مثلا هذا الرسم البياني ينطيني هنا إزاحة، هذا راح يمثل لي الواي اكسس، هذا دائما يمثل لي إزاحة اللي هو دلتا اكس، بينما هنا هذا اللي هو المحور اكس دائما يمثل لي الزمن اللي هو دلتا تي. وطبعا راح ينطيني مجموعة من الأرقام من خلالها أقدر أحسب السرعة، ونفس القانون راح يكون عندي دلتا اكس على دلتا تي. حتى توضح عندي الفكرة أكثر راح تشوفون أنه هنا عندنا مثال، خلينا ننتقل إلى المثال. هنا هذا الرسم اللي موجود قدامكم، أنه أنا أقدر أطلع السرعة من خلال هذا الرسم. زين، شلون ممكن أطلعها؟ هذا المحور، هذا دائما دائما هذا محور واي دائما يمثل لي الإزاحة. كاتب لكم هو اكس من المحور، بس هذا اكس يقصد بها للإزاحة، بينما هو هذا محور واي. زين، ومحور الاكس اكس اكسز دائما دائما يمثل لي الزمن. فحتى أحسب السرعة من خلال هذا الرسم، طبعا هاي هي الحركة، هذا اتجاه الحركة. فحتى أحسب السرعة من خلال هذا الرسم آخذ نقطتين لا على تعيين، مثلا آخذ هنا ال 25 ويا ال 15 مثلا، فهذا راح يكون اكس 2 وهذا راح يكون هنا اكس 1 او اكس انيشال، وبالتالي همين راح اشوف هذا بيا زمن موجوده وهاي الثانيه بيا زمن موجوده، وبالتالي اقدر احسب من عندها السرعه. طبعا هذا لزياده المعلومات، يعني مثل ما قلت لكم بانه هو كمسائل ما بنطيكم عليها مسائل، بس انه ممكن استخدمها او ممكن انه احسب السرعه بطريقتين، يا اما بالعلاقات الفيزيائيه والقوانين، يا اما من خلال الرسم البياني. زين، هسه نجي على الانطلاق المتوسط، وهنا لازم نعرف الفرق بين الانطلاق المتوسط وبين السرعه المتوسطه. شنو الفرق بيناتهم؟ أولا خلينا ناخذها كتعريف، الانطلاق المتوسط هو نسبة المسافة الكلية المقطوعة إلى الزمن المستغرق، ويسمى بالانطلاق المتوسط. يعني شنو هذا الكلام؟ يعني إحنا بالبداية كانت عندنا قانون بالنسبة للسرعة المتوسطة، كان إنه تساوي الإزاحة على الزمن. هذاك إذا أريد أحسب السرعة، السرعة تساوي إزاحة على الزمن. بينما إذا أريد أحسب الانطلاق، لا، الانطلاق هنا راح يساوي للمسافة على الزمن. وإحنا عرفنا شنو الفرق بين المسافة والإزاحة بالمحاضرة السابقة، قلنا بأنه المسافة هي كل الحركة اللي يتحركها الجسم، بينما الإزاحة هو الفرق بين نقطتين.
أو ممكن أقول عليها أقصر مسار يسلكه الجسم. زين، القانون مالتنا هذا هو الـ average speed راح يساوي الـ distance اللي هي المسافة على الوقت اللي هو الـ time. كوحدات نفس الوحدات اللي أخذناها بالنسبة للسرعة المتوسطة هي نفس الوحدات راح تكون لهذا القانون. يبقى عندي فرق ثاني، إنه السرعة المتوسطة هي تعتبر كقيمة متجهة، يعني ممكن إنه يطلع لي موجب ممكن يطلع لي سالب حتى أعرف اتجاه الحركة، بينما هنا بالانطلاق المتوسط هو كمية عددية. ليش كمية عددية؟ لأنه ده يحكي عن مسافة، والمسافة احنا نعرفها كمية عددية مو كمية متجهة، فبالتالي صارت عندي الانطلاق المتوسط هو كمية عددية. هنا طبعا راح ناخذ مثال عن الفرق بين الكمية العددية عفوا الفرق بين السرعة والانطلاق. بس قبلها عندي هنا ملاحظة هسه اللي حكينا عليها، يقول المسافة المقطوعة هي كمية قياسية يعني عددية يعني مقدارية، كلها نفس المعنى. لذلك فإن الانطلاق المتوسط هو كمية قياسية أيضا، بينما السرعة لا راح تكون كمية متجهة لأنه الإزاحة كمية متجهة. زين، حتى نعرف الفرق بعد أكثر بين السرعة المتوسطة والانطلاق حتى تبقى ببالكم، راح ناخذ كمثال. طبعا بالنسبة لهذا الحكي اللي موجود هذا هنا كله احنا راح نختصره بمثال راح ناخذه هسه. بهذا المثال اللي موجود قدامكم يقول أنا عندي نوعين من الشاحنة، شاحنة واحدة من عندهن راح نرمز لها بالرمز K، والشاحنة الثانية نرمز لها بالرمز M. الشاحنة K تحركت بهذا الاتجاه وقطعت 100 متر إلى أن وصلت إلى هذه النقطة اللي هو الموقع النهائي، بينما الشاحنة الثانية اللي هي الشاحنة M مشت بهذا الاتجاه قطعت مسافة مقدارها 130 متر إلى أن وصلت إلى نفس النقطة النهائية. طبعا اثنيناتهن خلال زمن مقداره 10 ثانية. شلون عرفت 10 ثانية؟ هو طبعا قايل لي إياها من خلال الشرح هسه اللي عبرنا. من خلال هذا الرسم يقول لي احسب الانطلاق المتوسط بالنسبة للشاحنتين واحسب السرعة المتوسطة أيضا للشاحنتين. طبعا بالبداية راح نحسب الانطلاق المتوسط، فهنا تلاحظون بأنه يقول بأن الانطلاق المتوسط للشاحنة كي راح يساوي هذا القانون مالتنا اللي هو speed طبعا هي يعني كرمز ما إلها رمز بالفيزياء، بس أنتم مثلا تقدر تكتبوها S، تقدرون تكتبوها مثلا speed كاملة، هذا بعد الأمر راجع لكم. يساوي المسافة distance اللي هي D على T. زين، المسافة اللي تحركتها الشاحنة كي من هاي النقطة إلى هاي النقطة قايل لي مقدارها 100، فإذا أقول 100 على الزمن اللي قطعت به هذه المسافة هو 10 ثانية، فأقسم 100 على 10 راح يطلع عندي 10 متر على ثانية. هذا بالنسبة للانطلاق الأول. زين، نجي على الانطلاق الثاني. الانطلاق الثاني هنا طبعا للسيارة الثانية، هي السيارة قد قطعت مسافة الشاحنة الأخرى، هذه الشاحنة الأخرى اللي هي الشاحنة M، قطعت هاي المسافة كلها، هذا المسافة كلها مقدارها 130 متر، هم قايل لي إياها من خلال الرسم. فإذا أقول 130 على 10 راح يطلع لي 13 متر على ثانية. هسه خلصنا من الانطلاق المتوسط. زين، هسه خلي نجي على السرعة المتوسطة، شلون أحسبها؟ السرعة المتوسطة بالبداية للشاحنة كي راح ناخذها همينه من الرسم. السرعه المتوسطه قلنا هو الفرق بين النقطه الابتدائيه والنقطه النهائيه، فهنا هاي النقطه الابتدائيه الى هذه النقطه النهائيه مقدارها 10 متر، ما عندي مشكله، فنفس القانون ونفس الناتج راح يكون 100 على 10 وحيطلع عندي 10. الفرق وين؟ الفرق هنا. هسه شي يقول لي احسب السرعه المتوسطه بالنسبه للشاحنه الاخرى، هذه الشاحنه ام، أريد أحسب السرعة المتوسطة إلها. السرعة المتوسطة إحنا قلنا هي إنه الإزاحة على الزمن. زين، الإزاحة هو الفرق بين الموقع النهائي
والموقع الابتدائي، أو أقدر أقول بمعنى ثاني أنه هو أقصر مسار ممكن أن يسلكه الجسم. فأقصر مسار الشر راح يكون أنه ممكن أن يسلك الجسم راح يكون بهذا الاتجاه، طبعا اتجاه مستقيم، خط مستقيم، أو إحنا قلنا الموقع النهائي ناقص الموقع الابتدائي. فش راح يكون هنا الموقع؟ الفرق بين الموقع النهائي والموقع الابتدائي هو 100 متر. فإذا أريد أحسب السرعة المتوسطة للشاحنة أم، أقول 100 تقسيم 10، وبالضبط هذا اللي موجود هنا، إنه السرعة راح تساوي الإزاحة على الزمن، وبالتالي آخر شيء طلع عندي 100 على 10، طلعت عندي 10 ثانية. أتمنى إنه يكون هذا المثال واضح بالنسبة لكم. فكملخص، إنه حتى نسوي لهذا المثال نقول بأنه إذا طلب من عندي المسافة فأحسب الحركة كلها، إيش قد ما يتحرك الجسم أنا أحسبه وأقسمه على الزمن، بينما إذا أريد أحسب السرعة فأحسب فقط إزاحة الجسم على الزمن، يعني أقصر مسار ممكن يسلك الجسم. أتمنى أنه تكون الفكرة واضحة. طبعا هم راح ناخذ مثال ثاني على هذه الحالة. هنا أنا عندي ملاحظة يقول إذا انتقل جسم ما على مسار مستقيم فإن مقدار سرعته المتوسطة يساوي انطلاق المتوسط، أي أن الانطلاق يعبر عنه، يعبر عن المقدار العددي للسرعة، يعني أنه الجسم إذا مشى بخط مستقيم فهي نفسها راح تكون الانطلاق ونفسها راح يكون السرعة، نفسها حتكون الإزاحة، نفسها حتكون المسافة، فبالتالي راح يطلع الناتج واحد. حتى تبقى بعد الفكرة همينة ببالكم أكثر، راح ناخذ مثال أخير عن هذا الموضوع اللي هو الانطلاق والسرعة. المثال يقول السيارة عندنا بهذا الشكل اللي أمامنا اللي هو شكل رقم 8، يقول بدأت الحركة من السكون عند النقطة A، هذه النقطة A بدأت من عندها الحركة، وباتجاه المحور X، فوصلت النقطة C بعد مضي 80 ثانية. النقطة C يعني هذا على طول المحور إلى أن وصلت إلى هذه النقطة، مقدار الزمن اللي قطعته بهذه المسافة هو 80 ثانية. ثم استدارت وتحركت باتجاه معاكس حتى توقفت عند النقطة B خلال 20 ثانية. يعني هاي السيارة لما وصلت لهاي النقطة بعدها استدارت ورجعت إلى هذه النقطة. يريد من عندنا أحسب الانطلاق المتوسط خلال الفترة الأولى اللي هي 80 سكند. طبعاً هذين الأسئلة إحنا راح نجي عليهم واحد واحد، ما راح نقراهن هسه كلهن، هسه نخلي ببالنا إنه المطلوب من عندي بس هذا أول واحد. فش يريد من عندي؟ يقول لي الانطلاق المتوسط خلال الفترة الأولى اللي هي 80 ثانية. طبعاً الفترة الأولى يقصد بيها من A إلى C، مو من A إلى B، لا، الفترة الأولى هذه كلها مرحلة الذهاب، بعدين الإياب هي مرحلة الثانية أو الفترة الثانية. فإذا يريد من عندي هسه الانطلاق المتوسط خلال الفترة الأولى من A إلى C. هو موضح لي هنا أنا قايل لي بأنه مقدار الحركة هذا 600 متر، ما أعرف إذا واضح عندكم أو لا، بس هو هذا الرقم هنا 600 متر، حتشوفوه بكتابكم يكون أوضح. فشلون أحسب الانطلاق؟ إحنا عندنا قانون قلنا بأنه الانطلاق راح يساوي المسافة على الزمن. المسافة اللي تحركتها السيارة من هذه النقطة إلى هذه النقطة هي 600، فأحطها هنا المسافة هي 600 متر على الزمن. هو منطنيها بالسؤال وقال لي خلال الفترة الأولى اللي هي 80 سكند، فإذا أقسمها على 8. زين، شلون أطلع الناتج؟ طبعا هذا هنا الصفر راح يروح ويا هذا الصفر، إيش بقت عندي؟ 60 على 8 أقسمها على 2، هذه بيها 4، أقسمها هاي على 2 راح يبقى بيها 30، أقسمها على 2 هذا راح يبقى بيها 2، هذا قسمه على 2 راح يبقى عندي 15. فش بقى عندي 15 على 2؟ نص ال 15 ايش قد؟ أكيد راح تكون 7.5، نص ال 15 فراح يطلع عندي 7.5 متر على ثانية. اللي مثلا يشوفها صعبة انه يطلع النص مال الرقم يقدر يقسمها قسمة طويلة بهذه الطريقة، الرقم الجوة دائما يطلع برا، وهنا أنا راح تكون عندنا ال 15. ف 15 كم 2؟ أكيد راح تكون بيها 7، 7 في 2 14،
وبالتالي بقى عندي واحد، فنخلي فارزة وأضيف صفر. 10 كم اثنين بيها؟ 5، 5 في 2 10، فإذا طلع الناتج النهائي عندي هو 7.5. أي طريقة تستخدمها بالحل هي حتكون صحيحة. زين، المطلب الثاني هنا اللي موجود يقول لي أوجد السرعة المتوسطة خلال الفترة الأولى. زين، يريد السرعة من A إلى C، السرعة المتوسطة إيش قد تساوي؟ زين، نجي على قانون السرعة. قانون السرعة شو يساوي؟ يساوي للإزاحة على الزمن. زين، الإزاحة اللي تحركها الجسم من A إلى C إيش قد مقدارها؟ هو قايل لي بأنه مقدارها 600. فإذا أقول 600 على 8، وأيضا بنفس الطريقة راح يطلع عندي الناتج النهائي هو 7.5 متر على ثانية. زين، هذا خلصنا من المطلب الثاني. نيجي على المطلب الثالث. المطلب الثالث يقول جد الانطلاق المتوسط خلال الفترة الكلية خلال 100 ثانية. يعني هسه يريدها شنو؟ يريد الحركة بالذهاب وبالإياب. إيش قد قدر إنه يقطع انطلاق بهذه المسافة؟ زين، المسافة إحنا قلنا هي كل الحركة اللي يتحركها الجسم، فهو من هاي النقطة إلى هذه النقطة تحرك 600 متر، وبعدين رجع بالاتجاه المعاكس 200 متر، فإذا كل الحركة يعني شو أسوي؟ يعني أجمعها، فأقول 600 زائدا 200 على الزمن اللي منطقنا اللي هو 100. شوف شو راح يكون القانون مالتنا. فالقانون مالتنا هذا هنا يقول لي الـ average speed اللي هو معدل الانطلاق راح يساوي المسافة على الزمن. خلي أكمل هاي النقطة وأرجع لكم على النقطة الثانية. هنا عندي الانطلاق يساوي المسافة على الزمن. زين، المسافة اللي تحركتها السيارة شقد قلنا؟ 600 بالذهاب و200 بالإياب بالرجعة مال السيارة، فشقد كان شقد راح يصير المجموع؟ راح يصير 800. يعني كأنما هذا راح يصير عندي 800، هذا هو المسافة على الزمن الكلي، هو منطيني اياها اصلا قايل لي 100، ف800 على 100 صفرين راحت ويا الصفرين، 8 على 1 راح يطلع عندي ناتج نهائي 8 متر على ثانية. عفوا، هذا بالنسبة لي الانطلاق المتوسط. جاني سؤال انه على النقطة، سؤال عن النقطة الثانية. النقطة الثانية شنو كان المطلوب من عندنا؟ يقول أوجد السرعة المتوسطة خلال الفترة الأولى. السرعة المتوسطة يعني ايش قد قطع من A إلى C خلال وحدة الزمن، فهاي الحركة اللي راح تكون من A إلى C هي كلها 600 متر. الإزاحة اللي تحركها من A إلى C هي 600 متر، فأقول 600 أقسمها على الزمن منطيني 80، ف600 على 80 راح يطلع عندي 7.5. أتمنى هسه إنه تكون واضحة. حلينا النقطة الثالثة، هسه نجي على النقطة الرابعة. النقطة الرابعة يقول بأنه أوجد السرعة المتوسطة خلال الفترة الكلية. السرعة المتوسطة خلال الفترة الكلية. زين، نرجع ونقول بأنه الحركة من A إلى C هي 600، والحركة من C إلى B مقدارها 200. ف الإزاحة طبعا يعني الحركة راح تكون من هاي إلى هاي النقطة. ليش؟ لأنه الإزاحة قلنا هي الفرق بين النقطة البداية والنقطة النهاية. زين، فهذا هنا البعد ايش قد راح يكون؟ راح يكون 600 ناقص 200 حيطلع عندي 400 مثل ما موجود هنا. زين، هسه هنا يقول عند أخذ الحركة الكلية للسيارة من موقعها الابتدائي إلى الموقع النهائي فراح أناقصها، فراح تكون عندي 600 ناقص 200 يطلع لي 400. أجي أحطها رأسا بالقانون، فالسرعة velocity راح يساوي displacement الإزاحة على time اللي هو الوقت، فراح تكون 400 على 100 وراح يطلع الناتج النهائي 4 متر على ثانية. أعيد هذا المثال لأنه هذا المثال جدا جدا مهم، من خلاله راح نعرف الفرق بين السرعة والانطلاق. راح أعيده بصورة سريعة. المثال يقول
إنه هنا أنا منطيني سيارة كما موجود بالشكل، سيارة موجودة مثل هذا اللي موجود أمامنا، بالبداية تقطعها من سي إلى بي تقطع 200 متر، فيريد من عندي الانطلاق ويريد من عندي انطلاق متوسط وسرعة متوسطة. الانطلاق الأول من أي إلى سي هو الانطلاق راح يكون 600 متر، فنقول 600 متر تقسيم 80 طلعت عندي 7.5. زين، نجي على اللي بعده، السرعة المتوسطة. السرعة المتوسطة هو الفرق بين النقطة، طبعا الإزاحة هو الفرق بين نقطة نهائية ونقطة ابتدائية، فهو قايل لي إنه هذا كله المحور 600 متر، فإذا نفس الشيء، بما أن الحركة على خط مستقيم المسافة والإزاحة هنا نفس الشيء، فحنقول 600 تقسيم 80 وراح يطلع عندي 7.5. زين، نجي هسه على الانطلاق المتوسط. الانطلاق المتوسط خلال الفترة الكلية، يعني انه بالروحة مال السيارة وبالرجعة هم يعني، فاش قد راح يكون؟ راح يكون 600 ناقص 200، عفوا زائد، لانه انطلاق متوسط، راح يكون 600 زائدا 200 راح يطلع عندي 800. 800 تقسيم 100 راح يطلع عندي 8 متر على ثانية. زين، آخر شيء المطلب الأخير اللي هو المطلب الرابع، يقول لي احسب السرعة المتوسطة خلال الفترة الكلية. السرعة المتوسطة خلال الفترة الكلية أنا أحتاج إزاحة. زين، بس هاي هنا شوية بيها تفصيل راح أرجع أعيده. أنا أريد الفرق بين النقطة الابتدائية اللي هي هاي، هذا هنا النقطة الابتدائية، وهنا عندي هذه النقطة النهائية اللي وصلها، لأنه السيارة راحت وبعدين رجعت إلى هذه النقطة. فبهاي النقطة أنا ما عندي الرقم مال النقطة بي، إيش قد هنا الموقع مالتها، إيش قد تبعد، كم متر، فشون أطلع البعد مالتها؟ أقول 600 ناقص هاي 600 مال هذا المحور كله، هذا المحور ناقصا هذا 200 حتى أطلع البعد بهذه النقطة، فأقول 600 ناقصا 200 وبالتالي راح يطلع عندي 400، هذا بالنسبة لي الإزاحة، فأقول بأنه السرعة تساوي الإزاحة على الزمن، وبالتالي راح يطلع عندي إزاحة الكلية هي راح تكون 400 على الزمن الكلي اللي هو 100، وراح يطلع عندي 4 متر على ثانية. أتمنى أنه تكون المحاضرة واضحة وسهلة. طبعا لهنا تنتهي محاضرتنا.